مشهد لأول مرة ببنغازي، طيران يقصف مقرات لثوار المدينة، الثوار الذين أجمع أهالي بنغازي على أنهم من خلصوهم من قبضة القذافي. إنه يوم لا ينسى، إنه 16 من مايو من العام 2014. لم يكن هذا القصف مفاجئا لمن كان يراقب المشهد والتطورات التي تدور في المدينة، فقد ارتفعت وتيرة الاغتيالات في بنغازي وسجلت ضد مجهول، وتنوع توجهات من طالتهم أيادي الغدر جعل البعض يتفطن إلى أنه مشروع لإدخال المدينة في دوامة الانفلات الأمني. أوضاع المدينة الأمنية حملت من يطلقون على أنفسهم صفة نشطاء المجتمع المدني على إطلاق الدعوات للتظاهر ضد كل كتائب الثوار، رغم أن منها ما هي تحت شرعية الدولة ورئاسة الأركان آنذاك. هناك محاولة للسيطرة على بعض المعسكرات التابعة لقوات 17 فبراير. ادعى منظمو هذه المظاهرات أنها سلمية ولا مكان فيها للعسكر، على غير ما حدث في الواقع، فكان السلاح محاذيا لهم، فطالبوا في بياناتهم وهتافاتهم بتفعيل الجيش والشرطة دون تنقيته من شوائب تركة القذافي، أي أنها دعوات لعودة منظومة القذافي الأمنية. مفتي الديار الليبية الشيخ الصادق الغرياني كان له رأيه في هذه المظاهرات، فحذر من مغبتها كأنه تنبأ بشلال الدم الذي ينزف في بنغازي حتى الآن. لا يخرجوا منها لهذه الدعوة، لأن هذه ربما تشعل فتنة يصعب علينا إطفاؤها. لم تتوقف صواريخ حفتر ومدفعية كتائب مؤيديه عن استهداف مقرات الثوار، تزامناً مع استمرار حملة التشويه وإطلاق القنوات لتوجيه الرأي العام ضد الثوار وشيطانتهم وإلباسهم عباءة الإرهاب، ما زاد الشارع ببنغازي احتقاناً. استطاع حفتر أن ينقل معاركه ضد الثوار إلى وسط المدينة في منتصف أكتوبر من العام نفسه، فصنع بصحواته شرخاً اجتماعياً لم تعرف له بنغازي مثيلاً، من استباحة لحرمة الصاحب والجار، فقتلوا وهدموا وهجروا ولم تثنهم شيبة شيخ ولا صرخة طفل، وبآل سويد كانت البداية والحكاية. كيف تنصدمي بأن أشخاص تعرفيهم من سنوات تتفاجئ بهم انتهكوا حرمة منزل؟ التف حول حفتر من جمعتهم به المطامع والمصالح الخاصة وعسكريون قدامى، فاستحوذ على البرلمان ورئاسته في طبرق حتى سلمت له قيادة الجيش الليبي بحسب وصفهم له. بعد مرور عامين على عملية الكرامة لم يجن حفتر إلا آلاف القتلى بحسب تقارير وإحصائيات طبية تابعة له، إلى جانب الدمار الهائل في المدينة من مبان سكنية وأماكن تجارية وحيوية، والأهم من كل هذا شرخ اجتماعي يبدو أنه لن يكون سهلا على الزمن أن يتكفل به. وأي واحد نصيحة الليتي قديمة، أي واحد شارك في القصة هذه بتاع الخوارج يخرج من الليتي هو وعائلته خير.